مش عارفين نوصف سعادتنا ازاي. احنا بقالنا سنين وسنين نسعى ان احنا نوصل للاولمبياد وان احنا ناخد بطولة افريقيا ونفرح يعني الناس دي كلها، الناس اللي جت تقف معانا دول. والحمد لله ان احنا من تعبنا وجهدنا قدرنا نوصل للهدف ده. صعبة جدا والله، احنا بقالنا سنتين معسكرات وتدريب وشغل كتير، شغل بدني وشغل فني، والحمد لله تعبنا قوي، تعبنا والله الفترة اللي فاتت دي كلها تعبنا يعني بمعنى كلمة تعبنا، والحمد لله قدرنا ان احنا نتخطى عقبة الجزائر. الحمد لله احنا بقالنا فترة شغالين على مكسب التأهيل، الحمد لله بقالنا دلوقتي داخل حوالي 32 سنة مصر ما تأهلتش الأولمبياد باريس. الحمد لله كان النهاردة أنا يعني مش عارف أوصف سعادتي ولا لاقي كلام أوصفه، بس أنا الحمد لله ربنا الحمد لله كلل تعبنا، وكان بعد تعب سنتين فاتوا ربنا أثبت لنا إن إحنا الحمد لله تعبنا ما راحش هدر. كل الرجالة كان صحابي كانوا رجالة وكان قد المسؤولية، والحمد لله ربنا كرمنا، نحمد ربنا والله. الحمد لله يعني إحنا من معسكرين من شهر 4، فطلعنا معسكرات، طلعنا بطولة بريطانيا، فربنا وفقنا مع الاحتكاك. وأحب أشكر وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي اللي هو كان بيطلعنا بطولات ودية واللي احنا نحتك بره، فكل ده سهل علينا يعني في البطولات اللي هنا. والبطولة دي غايبة عننا بقالها 32 سنة، وبقالنا 25 سنة ما كسبناش الجزائر، فاللي احنا نكسبه 3 مرات متتالية، فالحمد لله الجيل ده يعني يقدر اللي هو يعمل حاجة في الأولمبياد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، ربنا أكرمنا سبحانه وتعالى النهاردة بتأهل بعد 32 سنة، بعد 32 سنة منتخب مصر لكرة الهدف رجال بيتأهل للبارالمبيك جيمز. آخر مرة كانت 92 في برشلونة، النهاردة بنتأهل إن شاء الله في باريس 2024. مباراة كانت صعبة جدا، منافسة قاسية جدا، يعني حضرتك شفت الماتش، كرة رايحة وكرة جاية وجول هنا وجول هنا، وفي منتهى الصعوبة، ماتش في منتهى الصعوبة. يعني بأعلن احترامي لمنتخب دولة الجزائر الشقيقة، منتخب محترم جدا، لعيبة ثقيلة جدا، خبرات عالية جدا، لكن لازم أقول لأولادنا شكرا لمنتخب مصر، شكرا للأبطال.